والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعنوان وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. اكتشف باحثون من فنلندا معادلة غذائية يمكن أن تزيد عمر الإنسان بنسبة 20%. يقول العلماء أن الإنسان بمجرد أن يتبع نظاما غذائيا لا يسرف فيه ويعتمد على نسب محددة من الغذاء وخاصة الغذاء النباتي، فإن ذلك سيساهم في خفض الدهون ويخفض ضغط الدم، وهذا هما سببان رئيسيان للموت المفاجئ. وصراحة سبحان الله تعالى الذي جعل عدم الإسراف عبادة يثاب المؤمن عليها عندما أمرنا بذلك في القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، سورة الأعراف آية 31. ولو طبق الناس هذه الآية لاجتنبوا الكثير من الأمراض، والله أعلم.